أعزائي طلبة طلبات الشهادة الإعدادية، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج عالم الكمبيوتر. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في جزء جديد خالص، بعد ما خلصنا بقى الأكواد بتاعتنا في الفيجوال بيزك، واتكلمنا شوية على الكونديشن، اتكلمنا بعد كده على الريبيتيشن، اتكلمت المرة اللي فاتت معاكم على يعني إيه صب ويعني إيه فانكشن. خلاص سيبونا بقى بشوية من الفيجوال بيزك وتعالوا ندخل في حتة جديدة خالص ما اتكلمناش عنها قبل كده. هتقول لي هنتكلم عن ايه النهارده؟ طبعا عن حاجه كلنا بنستخدمها، كلنا معانا موبايلات، معاك تابلت، معاك جهاز كمبيوتر، معاك لابتوب، معاك نوت بوك. انا بتكلم عن انترنت. الانترنت يعني زي ما بقول هنا ان له مميزات كمان له عيوب. يعني ايه؟ يعني له ادفانتجز وديس ادفانتجز. يعني النهاردة أنا بكلمكم عن حاجة اسمها التعدي الإلكتروني، يعني يا ترى إيه المشاكل اللي ممكن تقابلنا وإحنا بنتعامل مع الإنترنت. طيب الأول خلينا نتكلم، بنقول إن الإنترنت من خلاله بنقدر نتعلم، بنتثقف، بنتحاور، بنتواصل مع الآخرين. الكلام ده كله مميزات للإنترنت. يعني لو سألت أي حد على الإنترنت هتقول لي أنت بتعمل إيه؟ هتقول يا مستر في اللي مننا اللي دايماً حياته كلها قايمة على السوشيال ميديا، إنه قايم على انستجرام، على فيسبوك، على تويتر، كل الناس شغالة على إيه؟ على الحاجات ديت. ده مش كده وبس، ده في منهم اللي بيحب يعمل سيرش على المعلومات، في منهم اللي بيستخدم الإنترنت إن هو بيتصل بحد من أصحابه سواء إذا كان في مصر أو بره مصر، سواء اذا كان بقى بالصوت والصوره والفيديو اللي هو بيعمل اونلاين تشاتنج مع اي حد، بيسند او ريسيف لايميل عن طريق الانترنت. كل الكلام ده موجود عندنا، ما عندناش مشكله فيه خالص. كل الكلام ده مفيد وحاجه ظريفه جدا وانا بتعامل مع الانترنت، ان انا بشوف ايه اللي بيحصل عندي في اثناء الشغل بتاعي كمان على الانترنت. طيب هتقول لي يا مستر طيب هو يا ترى عدد الناس اللي موجودين على الانترنت قد ايه؟ هنقدر نقول هنا ان محدش يعرف بالظبط عدد المستخدمين بتوع الانترنت، ولكن نقدر نأكده ان الديفايسز اللي بتستخدم الانترنت بقت كتير جدا. يعني كان زمان لو تفتكروا من يعني مثلا من 10 او 15 سنة كده، كنا بنقول هنا ان البي سي او البيرسونال كمبيوتر او جهاز الكمبيوتر العادي هو اللي بيدخل على الانترنت. لكن النهارده تعالى شوف، اللابتوب شغال، البي سي العادي شغال، النوت بوك، التابلت، جهاز الموبايل، ده حتى التلفزيون دلوقتي كمان بدأ يكون فيه خدمة الانترنت وممكن من خلاله تسمع او بتشغل حاجات كتير جدا من خلال التلفزيون عن طريق اليوتيوب مثلا، بتشغل يوتيوب على التلفزيون وبتبدأ تشتغل. اذا الديفايسز بقت كتير. تمام، طيب الكلام ده كله مفيد، طبعا مفيد جدا ان انا بعمل تحديثات للبرامج بتاعتي باستمرار. بس مع كل الكلام ده كله، كل الحاجات الظريفة جدا ان انا بتكلم على الانترنت، ان انا بتصل بالعالم كله، موجود عندي احدث البرامج، موجود عندي احدث المعلومات، ولكن ربما يقابلك مشاكل وانت بتتعامل مع الانترنت. فبيقول هنا ايه؟ وعلى الرغم من كل الفوائد التي نستفيد منها على شبكة انترنت، الا انه يوجد العديد من المخاطر. طب يا ترى ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني وانا بتعامل مع انترنت؟ قال هنا ربما تحصل على معلومة خاطئة. فالمعلومة الغلط دي طبعا معناها انك قد تؤثر في معلومة تانية او هتبني عليها حقيقة بعد كده، فطبعا هتعمل لك مشاكل كتير جدا ان المعلومة اللي انت خدتها مش صحيحة، لان ممكن يكون واحد عمل كوبي وحرف في المعلومة اللي موجودة معاك. قد تقع فريسة لبعض المعتادين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية. يعني حد بيشتري أو بيبيع حاجة على الإنترنت ممكن تحصل مشاكل كتير جدا لا حصر لها عن طريق طبعا إيه الإنترنت، أو عن طريق الدفع الإلكتروني، أو حد يعمل هاكينج على الإيه على الفيزا كارد أو أي حاجة من هذا القبيل. طيب تعالوا نشوف مع بعض. ربما يحصل حاجة اسمها انتهاك خصوصية، يعني حد دخل عندك على جهاز الكمبيوتر بدون إذنك وبدأ ياخد داتا سواء اذا كانت صور او معلومات او كلمات مرور او يوزر نيم، الاكونتس بتاعتك على الفيسبوك او الانستجرام او تويتر او غيرها من الحاجات ديت، بدأ يحصل هاكينج على الكلام ده، فبدأ ينتهك الخصوصية بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك. ربما حد بدأ يدخل عندك مثلا على الاكونت بتاعك
ياخد الصور بتاعتك ويعمل اكونت باسمك ويبدا يتكلم الناس على اعتبار انك هو الشخص، ان انت هو. وطبعا ايه بيبدا يسرق منهم معلومات او يبتزهم، يسحب منهم فلوس وحاجات زي كده كتير جدا، وامثله كتير جدا ممكن بتقابلنا في حاجه زي دي. طيب نيجي بعد كده زي طبعا بيدينا مثال اهوت، سرقه الحسابات على الفيسبوك او سرقه الايميل او غيرها. قد تتعرض الاجهزه لمخاطر الاصابه بالفيروسات، وديت مشكله كبيره جدا جدا جدا، ان يبعت لك ايميل او يبعت لك اي حاجة عن طريق الانترنت بتحتوي على فيروس. الفيروس ده ممكن يدمر السيستم فايلز بتاع جهاز الكمبيوتر، يعني يوقف لك مثلا الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل بتاعك زي الويندوز او غيره من نظم التشغيل الموجودة معانا. بعد كده كمان ده ممكن يدمر لك اي حاجة في الفايلز بتاعتك، يعني مثلا ملفات او صور او حاجات انت كاتبها او حسابات خاصة بيك او الكلام ده كله، ممكن يدمر لك الفايلز بتاعتك. مشروع تخرج مثلا ممكن يبوظ عن طريق وجود فيروس عندك على جهاز الكمبيوتر. طيب تعالوا نشوف بعض الفيديوهات كده اللي بتبدأ تكلمنا عن الاستخدام الآمن للإنترنت ونشوف الدنيا فيها ايه. برضو اول حاجة هوريكم دلوقتي فيديو عن الاستخدام المقبول للإنترنت من المنزل، هيبدأ يورينا اهو. كمبيوترك المنزلي مكان عظيم يتيح لأفراد الأسرة إمكانية الوصول بيسر إلى المعلومات والتفكير والشراء والأخبار والأصدقاء، ولكن الآخرين أيضا قد يمكنهم الوصول إليه والحصول على بياناتك وبيانات أسرتك. لحسن الحظ حماية أسرتك وبياناتك وكمبيوترك لا يلزمها إلا بعض الدراية وقليل من التخطيط، والأهم اتخاذ بعض الخطوات. فلذلك من المهم أن تنتبه إلى أمان الإنترنت، ولنبدأ بالمساعدة على حماية أسرتك. والخطوة الأولى الجيدة هي تدوين ومناقشة وإعلان قواعد استعمال أفراد أسرتك للإنترنت. وضح أنه رغم أن الإنترنت قد تكون وسيلة ترفيهية لمقابلة الأفراد ومكالمتهم، إلا أن بعضهم ليسوا كما يدعون. قل للأطفال ألا يذكروا لأحد اسم أسرتهم ولا مكان إقامتهم ولا أي معلومات شخصية أخرى، وألا يتقابلوا شخصيا مع أي فرد بدون إذن أحد الوالدين. وينبغي للوالدين المشاركة الدائمة. اطلب من أطفالك أن يخبروك إذا تعرضوا لأي تنمر أو تخويف أو لأي مواقف غير لائقة عبر الإنترنت، أو إذا طلب أحد أن يقابلهم شخصيا. وعلى الرغم من فائدة بعض البرامج مثل برنامج رقابة الوالدين، إلا أنها لا تحل محل مشاركتهم. وعلى كل أفراد الأسرة أن يتذكروا أن المعلومات الشخصية ثمينة وينبغي حمايتها. ذكر أسرتك بضرورة الاحتفاظ الآمن بالأسماء وأرقام الهواتف والعناوين وكلمات السر وبطاقات الائتمان وأرقام الحسابات، احتفظ بها في سرية. وكثيرا ما يتخذ الامتحان شكل بريد إلكتروني رسمي من مصرف أو مقدم لخدمات الإنترنت أو شركة مشروع. ينذرك بإلغاء حسابك ما لم تتخذ خطوات فورية مثل تأكيد رقم حساب أو كلمة سر. إلغي ذلك البريد. وإن لم تكن متأكدا اتصل برقم هاتف معروف للشركة للتحقق. ولنبدأ أمر حماية الكمبيوتر الخاص بك. أولا افتح برنامج الأمن للتأكد من تشغيل قطاع الوقاية الذاتية ومن أنها معدة للتحديث الآلي. وينبغي استمرار تشغيل برامج الوقاية من التجسس والفيروسات. قم بتشغيل الجدار الناري للكمبيوتر ويوجد في مركز الأمن بلوحة التحكم. وبالنسبة للبريد الإلكتروني فلنناقش الأنواع التي يجب على جميع أفراد الأسرة الحذر منها. يمكن الحد من البريد الطفيلي أي غير المرغوب فيه من الإعلانات أو البريد، وضع مرشح البريد الطفيلي أو الانتحال في أقصى غرابة. وعند ظهور ذلك البريد في صندوقك علم عليه لكي تنذر شركة البريد الإلكتروني. وللتأكد من عدم استبعاد البريد المرغوب فيه دون الأصدقاء وأفراد الأسرة في دفتر عناوينك. وقد يحتوي بعض البريد الإلكتروني على تطبيقات أو فيروسات يمكنها أن تضر الكمبيوتر، ولذلك لا تفتح مرفقات ذلك البريد إلا إذا كنت متأكدا من مصدره. واضبطه بحيث يمسح آليا جميع المرفقات للكشف عن أي فيروسات قبل التحميل. وتذكر أن أمان الإنترنت أمر يخص كل فرد في الأسرة، حيث أن جميعهم يستخدمون الكمبيوتر. أعطي أمان الإنترنت أولوية في منزلك. ابق نشطا ومشاركا وآمنا. للحصول على مزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا على الشبكة.
برضه ده فيديو تاني هنشوفه بعده، بيكلمنا عن أمان الإنترنت ونشوفه برضه مع بعض. ماشي، تدريب الآلاف من المواقع الإلكترونية على الإنترنت والمحتوى الموجود على الإنترنت في تزايد بمديرة سريعة من يوم لآخر، ولا يبدو أن هناك أي علامات للتوقف. يعتبر بعض المحتوى المعروض على شبكة الإنترنت مفيدا جدا، ومن أمثلة المحتوى التعليمي، المعلوماتي، الترفيهي، الداعم لمهامك الدراسية، المفيد لك في حياتك اليومية. ومع ذلك فإن بعض المواقع قد تكون غير ملائمة على الإطلاق، مثل تلك التي بها محتوى عنيفا يروج لخيارات غير صحية أو غير ملائمة لسن المتلقي أو متعارضة مع المبادئ الأخلاقية. لذلك ينبغي علينا أن نكون منتبهين عند تصفح الإنترنت. فحتى البرمجيات الإلكترونية المسؤولة عن حجب المحتوى غير المناسب قد لا تحجب كل من يجب حجبه. إن تنمية الالتزام الأخلاقي وتطوير إحساس واضح بقيمنا يمكن أن يساعدنا لاتخاذ الخيارات الصحيحة أثناء تصفحنا. بعد ما شفنا أهم الحاجات اللي بتكلمنا أو فيديوهات بتتكلم عن فكرة الاستخدام الآمن للإنترنت، تعالوا نكمل مع بعض دلوقتي. فكرة التعدي الإلكتروني يعني إيه؟ يعني شفنا حاجات زي ما قلت لكم من شوية بتكلمني عن أمن الإنترنت. يفضل إن أنا زي ما قلت من شوية كده إن يكون عندك في حاجات كويسة جدا موجودة عندك على الإنترنت، ولكن ربما يكون في حاجات تانية قد تضر المستخدم القاعد بيتعامل مع الانترنت. تعالوا نشوف بعض التعريفات المهمه بالنسبه لنا في المنهج بتاعنا. فكره التعدي الالكتروني، فبيقول هنا عباره عن ايه؟ عباره عن سلوك عدواني متعمد من شخص لاخر عبر وسائط الاتصال الالكتروني. ايه وسائط الاتصال الالكتروني ديت؟ هنشوف مع بعض. يعني حد بيبدا يتعدى، بيشتم، بيكلم بطريقه مش مظبوطه، بيعمل اي حاجه مثلا في الشاتنج او في الايميلز او غيرها. المهم يوصل لك التعدي ده عن طريق ايميل، يوصل لك عن طريق مثلا شات، يوصل لك عن طريق حاجه اسمها المدونات الالكترونيه، يوصل لك عن طريق المنتديات او غيرها من الايه، من الوسائط الالكترونيه اللي ممكن من خلالها حد يقدر يتصل ايه بحد تاني. طيب اشكال التعدي الالكتروني ايه هي بالظبط؟ تعالوا نشوف. قد يحدث تعدي الكتروني او ممكن يكون عندنا حاجه اسمها التحرش. طبعا مقصود بينا التحرش اللفظي، انه بيبدا يشتم او بيتكلم بطريقه مش مظبوطه عن طريق الانترنت، المضايقه، الاحراج على شبكه الانترنت. قد ياتي طور التخويف، ان يبعت لك رساله هيخوفك فيها، هيبتزك، هيهددك، كل الكلام ده وارد عن طريق شبكه الانترنت. كمان الوسائط اللي ممكن يستخدمها بقى في التعدي عشان يعمل حاجه زي كده، قلت لكم ربما يكون معانا الايميل بيبعت لك رساله عليه فيها تهديد او تخويف او غيره. الالكترونيك فوريمز او المنتديات الالكترونيه ممكن يكون في حاجه زي كده برضو، الانستنت مسجز او الرسائل الفوريه. عندي كمان البلوجرز او المدونات، وطبعا عندنا السوشيال ميديا زي الفيسبوك. ممكن كل المشاكل ديت تحصل عليه، واكيد مننا اللي مجرب حاجات زي كده. نيجي بقى نشوف الشيبس او اشكال التعدي الالكتروني، يا ترى اشكاله زي ايه؟ اول حاجه، حاجه اسمها الانونيوميتي، وكلمه الانونيوميتي بتعني التخفي الالكتروني. التخفي الالكتروني معناه ان شخص مش ظاهر بشخصيته الحقيقيه، زي ما قلت لكم عامل حاجه اسمها الفيك اكاونت، يعني هو اكاونت وهمي عمله باسم شخص تاني بيبدا يتكلم، بصرف النظر بقى ده شخصيه اساسيه او شخصيه اعتباريه دخلها عندك في وسط الاصدقاء بتوعك بدون ما تحس، يعني بعت لك طلب صداقه وبدا ياخد داتا منك ومن الناس اللي موجودين عندك، وبدا يظهر كانه ميوتشوال فريند مع ناس تانيه، فبدا يعمل نفسه مجال في وسط الاصدقاء بتوعك وهو اصلا شخصيه مش عايز يظهر شخصيته الحقيقيه. فبيقول في التعريف بتاع الجزء ده كده ايه؟ استخدام اسماء مستعاره تخفي شخصيه المتعدي الالكتروني. طب بغرض ايه؟ بغرض عدم كشف امره، يعني مش عايز حد يعرفه،
عايز يوصل لمعلومات معينة. طبعا في ناس كتير جدا فاهمة اللي انا بقول فيه دلوقتي. يبقى بيقول هنا ايه؟ عايز يوصل عشان يكشف، مش عايز يكشف نفسه، وعايز يوصل لمعلومة معينة، وطبعا عايز يفلت من العقاب. جه بعد كده في عندك حاجة اسمها الهارسمنت، والهارسمنت بتعني المضايقات الإلكترونية. فكرة المضايقات الإلكترونية إن بتبعت رسالة عدائية متوجهة لشخص أو أكتر. يعني أنت الرسالة ديت اتبعتت لشخص عشان تضايقه، موجود فيها حاجة مش مظبوطة بتضايقه. الكلام ده ينطبق على إنك بتبعت الكلام ده، أو الشخص المتعدي ده بيبعت رسالة لشخص أو مجموعة من الأشخاص مع بعض. يعني ممكن واحد مثلا يبعت لحد عن طريق الشات بتاعه عادي، وممكن يكتب مثلا حاجة بتضايق الناس كلها جوه جروب مثلا على الفيسبوك أو غيره. في عندنا بعد كده في حاجة اسمها الملاحقة الإلكترونية. فكرة الملاحقة الإلكترونية إن معناها إن المتعدي أو الشخص ده بيبدأ بيتابع واحد، كل ما يكتب بوست أو يعمل كومنت في أي مكان على طول عمال يهزق فيه، يشتم فيه، حاجات زي كده. فبقول هنا يبقى هي شكل من أشكال المضايقات الإلكترونية، لكن بشكل متكرر، يعني مش مرة وسكت، ده على طول شغال على طول معايا. حيث يتبع أو يتتبع المتعدي شخص معين، يعني ماشي وراه، كل ما يحط كومنت أو يعمل حاجة أو له أي أكتيفيتي على الفيسبوك، حتى لو بيغير البروفايل بيكتشر بتاعت الفيسبوك بتاعته، تلاقيه حاطط له تعليق عليها مش ظريف، بيعمل كومنت، بيعمل توبيك، بيعمل موضوع معين، بيعلق على حد، على طول وراه عمال مثلا يديله حاجات مش مظبوطة، عمال يهزق فيه، يشتمه، أي حاجة زي كده يعني. فبقول هنا إيه؟ حيث يتتبع المتعدي شخص معين في كافة الوسائط الإلكترونية ويلاحقه، يعني ماشي وراه على طول، عمال إيه؟ عمال يشتم فيه، عمال زي ما قلت لكم من شوية. جات لك بقت صريحة إيه؟ في عندك السب أو القذف، الفليمينج، عبارة عن نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص معين. طبعا فهمني، كلمات عدائية يا كذا، طبعا باينة قدامنا ان بيحصل ان شخص بيشتم شخص تاني، بيتعدى عليه بكلمات مش محترمة، كلمات مبتذلة، طبعا باستخدامه لأحد وسائط الوسائط بتاعتنا، طبعا زي ما قلت لكم من شويه، اللي هو الايميل او الانستنت مسجز او الفيسبوك او تويتر او غيرها من الحاجات ديت. التشهير الالكتروني ده شكل برضو من اشكال التعدي. التشهير الالكتروني يا جماعه بيعني نشر معلومات عن شخص محدد، بس المعلومات ديت مش صحيحه. يعني من الاخر كده، انا مش بعمل تشهير، مش معناه ان انا بشهره او بخليه مشهور يعني، لا، ده التشهير معناه ان انا بقول عنه معلومات غلط. ماشي؟ يبقى انا بقول معلومات مثلا ان فلان عمل كذا كذا كذا، هو اصلا ما عملش الحاجه ديت. فبقول هنا عباره عن نشر معلومات عن شخص محدد او اكثر بشكل مسيء، يعني مش حاجه كويسه. برضو عندي حاجه اسمها الاكسكلوجن، الاستثناء الالكتروني. الاستثناء الالكتروني معناها تجاهل شخص او اكثر من خلال وسائط الكترونيه. هوضحها لكم بطريقه ظريفه قوي. هفترض ان انا عملت جروب وضميت مجموعه من الطلبه بتوعي في الجروب ده. جيت على حد منهم ورحت عامل له بلوك. عملت له اكسكلوجن دلوقتي، يعني استثنيته. في الحاله ديت انا تعديت على حقه. طب تعديت على حقه ازاي؟ ما هو طالما هو اتوجد في الجروب يبقى لازم يوصل له المعلومات اللي بتوصل لمين؟ للجروب. طيب المعلومات ديت ما وصلتوش، يبقى احنا كده في الحاله دي تعدينا عليه الكترونيا. يبقى تاني، معنى الاستثناء الالكتروني عباره عن تجاهل شخص او اكثر من خلال وسائط الكترونيه. يبقى تاني معناه ايه؟ ان انا بتجاهله كانه مش موجود تماما جوه ايه؟ جوه الايه؟ الجروب اللي كان معايا. السايبر ثريتس بتعني التهديد الالكتروني. برضه ده شكل من اشكال التعدي. يعني من الاخر كده، لو ما عملتش كذا انا هنشر كذا وكذا وكذا، او لو ما عملتليش مش عارف كذا انا هعمل فيك كذا. طبعا الفكره كلها ان بيهددوا بحاجه معينه. الكلام ده عن طريق اي وسيط، ابعتت له رساله، ابعت له ايميل فيها تهديد. فبيقول هنا ايه؟ عباره عن ارسال رسائل الكترونيه تحمل تهديد او وعيد لشخص او اكثر.
يبقى بتبعت رسالة فيها مشكلة، فيها طبعا شخص متعدي بيتكلم على حد تاني او بيقول له لو ما عملتش كذا انا هبدأ انشر كذا وكذا وكذا، الحاجات اللي موجودة عندي على ايه، على الموبايل مثلا، هبدأ انشرها لك او هبدأ اقول معلومات عنك غلط او اي شكل من الاشكال اللي كان موجود معانا من شوية. شفنا كام شكل من اشكال التعدي الالكتروني، يعني شفنا تهديد الكتروني، ربما يحصل سب وقصف، يحصل استثناء، يحصل تعدي باي شكل من الاشكال اللي موجود قدامنا، تشهير او غيره. طيب انا عايز اشوف حاجه اسمها سيفتي بريكوشنز او احتياطات الامان اللي ممكن تساعدني شويه ان انا اتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل لك عن طريق الانترنت او ما يسمى بالتعدي الالكتروني. تعال نشوف اول نقطة، لا تشارك احد بكلمة المرور او كلمة السر. كلمة السر لو سمحت تكون بتاعتك انت لوحدك، ديت نقطة مهمة جدا جدا جدا. انا هتقول لي مثلا ده صاحبي، صاحبك مالوه باسورد خاصة بيه وانت ليك باسورد خاصة بيك، يبقى لو سمحت كل واحد كلمة المرور او الباسورد الخاصة بيه ما تشاركش بيها حد. انت النهاردة انت وصاحبك مع بعض، اصحاب وزمايل وحبايب وكل الحاجات دي. طب بكرة ربما تحصل مشاكل بينكم بس هو معاه الباسورد دلوقتي، يقدر يدخل ويوصل المعلومات الموجودة عندك. فلو سمحت كلمة المرور تكون ايه، خاصة بيك او برايفت، ما ينفعش تشارك بيها ايه حد تاني. لما تيجي تعمل كلمة المرور لو سمحت تكون قوية، ما تحطليش تاريخ ميلادك، ما تحطليش رقم تليفونك، ما تحطليش اسمك، كل الكلام ده غلط. هتقولي طيب اعمل الباسورد تكون قوية ازاي، يعني لما حطيت باسورد تكون معايا قوية ازاي؟ قالك الباسورد لما تكون قوية بيكون فيها ثلاث حاجات، letters و numbers و underscore، وبالمرة اشتغل بالكابيتال والسمول، يعني حط حروف كابيتال وسمول ايه ليترز. في الحاله ديت هتبقى الباسورد قويه، وخليها تعدي الثمان حروف او الثمانيه كاركترز، ان شاء الله هتبقى قويه جدا ومحدش يقدر يجيبها. يبقى تاني، يبقى لما تعد كلمه مرور تكون صعب استنتاجها، محدش يقدر يجيبها، يعني مهما يحاول ما يقدرش يوصل للباسورد اللي انت عاملها. يبقى تاني اول نقطه، ما تشاركش حد بالباسورد بتاعتك، لان لو شاركت اي حد مهما كانت صعبه الباسورد ما هو عارفها. تمام. طيب النقطة التانية، ان انا وانا بعد كلمة المرور بتاعتي لازم تكون صعبة، محدش يقدر يستنتج الباسورد اللي موجود عندي هتكون ايه بالظبط. نقطة تانية بيبدأ يكلمنا فيها، عدم نشر بيانات شخصية عن طريق الانترنت. يعني لما تحط معلومات عنك على الانترنت حط حاجة خفيفة خالص، محدش يقدر يوصل المعلومات بتاعتك عن طريق الانترنت، لان في فولورز كتير جدا موجودين عندك على الفيسبوك او على اي موقع للتواصل الاجتماعي، ممكن بيتابعوا حركاتك كلها. في ناس عندنا مجانين، يعني يكاد يكون كل احداثه اليوميه موجوده على الفيسبوك، يعني لدرجه ان هو لو رايح مصيف او رايح في اي مكان دايما عمال يعمل الباسورد، سوري، دايما قاعد ينشر الصور بتاعته باستمرار، يعني لدرجه ان هو بياخد لايف من كل حاجه بيعملها، هو موجود فين دلوقتي. طب تخيل كده ان لو في اسره كامله عماله تنشر في الصور بتاعتها على الانترنت. طيب ما انتوش متخيلين كده ان البيت بتاعهم دلوقتي فاضي، يعني لو حد عايز يسرق مثلا او يعمل اي حاجه في البيت ده مش ممكن يعمل لو الناس ديت مش موجوده. يبقى لازم ناخد بالنا شويه واحنا بنتعامل مع الفيسبوك او غيره، لما تيجي تنشر ما تنشرش كل حاجه او انشرها في اوقات مختلفه. يبقى هنا في حته مهمه قوي، يبقى عدم نشر اي بيانات شخصيه، بياناتك الشخصيه ديت حياتك الخاصه بتاعتك انت، مش لازم كل الناس تعرف انت عملت ايه كل شويه، مش لازم ناس تعرف انك دلوقتي مش عارف دلوقتي في شرم الشيخ وشويه بقيت في مطروح وشويه مش عارف بقيت في اسكندريه، ايه مش لازم الكلام ده كله يعرفوه. تمام. لكن انت في حفله ما عندكش مشكله انك تنشر شويه من الحاجات اللي موجوده فيها، ولكن برضو مش كل حاجه انا بقولها للناس. في عندي كمان تجنب حذف رسائل التعدي، حاجة مهمة جدا اللي بتثبت ملكيتك او حقك، انك لو حبيت تقاضي حد او تحصل على حقك
ممكن من خلال الرساله ديت تثبت ايه السكرين شوت او الحاجه اللي انت عملتها ديت بتثبت حقك في ان الشخص ده تعدى عليك او لا. عندي كمان عدم مقابله احد تعرفت عليه من خلال انترنت، يعني مش لازم يكون كل الناس عندهم صدق، لان ممكن يكون في مشاكل كتير جدا ممكن تحصل لنا عن طريق ان حد بدأ يقابل شخصية قد تكون وهمية او يكون شخص مش سنه الحقيقي اللي انت بتكلمه. عندي برضو قالك ايه، لا تقم بارسال رسائل الكترونية وانت غاضب، حتة مهمة جدا، ما تقومش بارسال اي رسالة وانت متضايق، ليه؟ لانك ممكن تغلط في الرسالة ديت وتتمسك عليك بعد كده ان في غلطة حصلت عليك على الايه الانترنت. اطلع ولي الامر بما يضايقك عند استخدام الانترنت. اكيد الاباء او الامهات عندهم خبرة اعلى في التعامل مع الانترنت، وان كنت يعني مش كل الاباء والامهات عندهم نفس الخبرة ديت، ولكن على الاقل لو ما عندوش الخبرة ديت ممكن يجيب لك حد من اصحابه او حد المستر بتاعك او غيره يكون عنده الخبرة ديت ان يتكلم معاك في الجزئية بتاعت الايه في التعدي الالكتروني او غيره. نيجي بعد كده تنزيل البرامج عبر الانترنت، حتة مهمة جدا. انت بتنزل برامج على الانترنت بتلاقي على طول كمية من كلمة داونلود كتير جدا، فلازم اللي هيعمل الكلام ده يكون فاهم هو بيشتغل عندي ازاي او بيتعامل مع الانترنت ازاي. فبقول هنا تنزيل البرامج عبر الانترنت يكون تحت اشراف من هم اكثر دراية في التعامل مع الانترنت كولي الامر او المعلم. بكده بيكون اهم المعلومات اللي انا بتكلم فيها عن التعدي الالكتروني ربما تحافظ شوية من المشاكل اللي ممكن تحصل لنا من موضوع التعدي الالكتروني. وبكده بيكون انتهى الفصل الرابع وانتهى معاه المنهج بتاعنا، وان شاء الله من الحلقة اللي جاية هنبدأ مجموعة اسئلة المراجعة النهائية على وعد بلقاء متجدد ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.